كيفية التعامل بشكل صحي مع الفقدان؟ نصائح وإرشادات للتغلب على التحديات العاطفية. تتعامل البشرية دائماً مع التحديات المتعلقة بالفقدان، سواء كان ذلك فقداناً لأحد الأشخاص المقربين، أو فقداناً لفرصة مهمة، أو فقداناً لشيء ذو قيمة شخصية. يمكن تخفيف تأثيرات الفقدان والتعامل معه بشكل صحي من خلال النصائح التالية: قبول الحزن والألم. من المهم قبول المشاعر الحزينة والألم المتعلق بالفقدان بدلاً من تجاهلها أو كبتها. البحث عن الدعم الاجتماعي. يجب على الشخص البحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة والمجتمع لتوفير الدعم العاطفي والمعنوي. التعبير عن المشاعر بشكل صحي. يساعد التحدث عن المشاعر مع الأصدقاء أو المساعدين النفسيين المحترفين في التخفيف من حدة الألم. المحافظة على الصحة النفسية والجسدية. يجب الاهتمام بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة. البحث عن الهدف والمعنى الجديد في الحياة. يمكن للأفراد البحث عن أنشطة جديدة تمنح حياتهم معنى وهدف. المشاركة في الأنشطة الإيجابية. يمكن للفن والرياضة والعمل التطوعي أن يساعد في التخفيف من التأثيرات السلبية للفقدان. التفاؤل والإيمان بالتعافي. يجب على الأفراد الاعتقاد بأنه بالإمكان التغلب على الأوقات الصعبة والعودة إلى الحياة الطبيعية. تحديد أهداف واقعية. وضع أهداف قابلة للتحقيق يومياً مما يساعد في تحسين الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز. العناية بالذكريات الجيدة والحفاظ عليها. يجب على الأفراد الاحتفاظ بالذكريات الجيدة مع الشخص المفقود والاستمرار في الاستفادة منها. البحث عن الإغاثة من المعتقدات الدينية أو الروحية. يمكن للمعتقدات الدينية أو الروحية أن تقدم الدعم والراحة خلال فترات الفقدان. هل جربت كل ما سبق وما زلت تعاني من تأثيرات الفقد عليك؟ لا تقلق، عرب ثيرابي هنا لمساعدتك على التعامل بفعالية مع مرحلة الفقدان والتغلب عليها بشكل صحي وإيجابي.